مارك أخبار السلام عليكم. تم يوم السبت نقل السيدة نعيمة التي كشفت سابقا أنها حاملة لمدة تزيد عن 9 سنوات على وجه مستعجل إلى المستشفى. وكانت السيدة نعيمة جوعانة خلال الفترة الأخيرة من ألم يضاعف يوما عن يوم على مستوى بطنها، وقد تطلب ذلك إجراء عملية جراحية. وللإشارة، فقد استفادت نعيمة من رعاية طبية بمستشفى الغساني بمدينة فاس بعدما تقرر نقلها الشهر الماضي لتلقي العلاج والفحوصات الضرورية. ليصلكم جديد الأخبار، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس ولدعمنا، اضغطوا على زر لايك واتركوا رأيكم في تعليق، وشكرا على المشاهدة.